لاعب بايرن ميونخ السابق لمدة 9 سنوات غير 8 سنوات مع فريق ريال مدريد. أدي عالية فوق، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هو اللي عملها الثالثة تبتة، الثالثة تبتة من كازيميرو النجم البرازيلي، ربط الحزام وطلع فوق السحاب، وبعد ما عمل تيك أوف عظيم وخبط على الباب وقال له افتح يا سمسم وفتح له سمسم، مع الدقيقة 65 يتقدم كازيميرو لريال مدريد بأول أهداف اللقاء. ربط الحزام وعمل تيك اوف وطلع فوق السحاب وخبط على الباب وقال له افتح يا سمسم، والله وفتح له سمسم.